مكان كثير حلو بجنن، بس الفكرة ما توفقنا لأنه ما عندهم فطور، لأنه قال هن عندهم فطور، بس هن عندهم من الساعة 10:30 للساعة 12:30 الفطور، بعد هيك بيصير يعني غدا ومعجنات وهيك شيء. فهلا بدنا نشوف شو ممكن نحن حناكل، بس أنا كنت حابة هي مع هاي الأجواء عن جد فطور. يعني شوف الأجواء شايفين وراي؟ يعني هي الأجواء بدها بصراحة فطور، بس خلص المرة الجاي لازم ننزل أبكر مشان نلحق الفطور. ميلون أنا اللي بيشوفوا سناباتي وهن يعني مشغولين وعم يشوفوا سناباتي بنفس الوقت. أخي قلبكم أنا إيه؟ جماعة هداك غرفة أبو عيسى. خلينا نقول هيك على أساس. أنا شو كنت عم بقول لك؟ أنا بقول لك بدي أفوت هلا آخر غرفة بهي الغرفة. لبنى محمرة بأشقوان، أنا محمرة بأشقوان كثير بحبها، بتيجي المحمرة مع الجبنة مع بعض، وطلبنا جبنة لحال، طلبنا يلانجي، وطلبنا بطاطا. يعني هيك تشكيلة بس خفيفة بنفس الوقت، لأنه نحن مو أكلين أبداً، فحتى عندنا أكل شرقي، بس أنا يعني قررت انه الاكل الشرقي خليه للمساء، انه هلا مو مصافين المساء شيء يعني ما كثير تقيل على معدتنا. انا حاليا مشتهي انزل بقلب البحر، ما بعرف هيك عن جد راحه نفسيه. يعني هي هذا الصوت تبع المي شرير المي، يعني صوت انزل بقلب البحر، ما بعرف هيك عن جد راحه نفسيه. يعني هي هذا الصوت تبع المي شرير المي، يعني صوت هيك مريح نفسيا. السيدة هلا بدي فوت لهنيك على غرفة ام عصام، شايفين هنيك هذيك الغرفة بدي اقوم استجم فيها. صحيح باب الحارة اسمه القرية الشامية، يعني المكان اللي هي صايرة فيه القرية الشامية، بس للأسف انه مسكرة. تذكروا عن جد الرعب، شوفي شلون متذكرة. هاي متابعة وفية عم تقلي تذكري هذيك آخر مرة كنت بسوريا كان كل يوم صوت هذيك فيقلنا الصبح. إي والله، لهالمرة هالمرة ما في زيانة، شكله هذيك متزوج، هذيك متزوج والله ما بعرف متزوج ولا ما بتزوج. المهم هالمرة ما في ذيك، ما بعرف وين راح، بس هالمرة ما في ذيك الحمد لله. عم تقلع فوت صيانة أنا. لأن يمكن عم بيعملوا شيء نحن جديد سيراميك، هذا ايوه محل هيك يعني معمل سيراميك، فما بعرف شو عم بيعملوا، بس اليوم لا ما زعجني كثير، واصلا ما فقت عليهم، هن اصلا كانوا بعد ما فقت عليهم. ايه بس سيدة انت تاخرتي بالنوم، انا فقت قبل ما يبلشوا. قلنا تدري شو عن جد انا لازم اشتري غلاية ذكروني. هلا اليوم ما اعتقد حقدر، بس بلكي بكرة مثلا سيد راح. احنا كان عنا اسكبيتها انا. ليش؟ ما بعرف هي البنت كثير مستهترة، شو اعمل معها يا جماعة؟ بس عن جد اذا مو اليوم بكرة رجعوا تصير عن ذكرين. ننزل وياكي بنصير نشرب قهوة نصحصح ونفطر ونروح على السوق نشتري غلاية احسن ما سخن بهدري.
شعور. أنا شعور كل ما بنزع على سوريا بتصيد نفسي كتير يعني. أولي أنا لازم تتع نفسك على الأكل الطيب. بتعلم إنه أوكي أكل بالخوار غريبة أنا مرة أنا كل أكل غريب. إيه طيبة هي الجبنة كثير طيبة. تاخذ الدواء عم نزلت الدواء كله يعني المفروض هي تنزل واحدة ولا تنتين؟ تنتين فنزلت الدواء كله. يلا خذي الدواء. وانتو بتعرفوني بالعادة انا ما بشرب شاي احمر بس لما كنت تابع المسلسلات تمام البيوت القديمة تبعيد الشام وشوفها من المسلسلات كثير بيشربوا الشاي الأحمر فاشتهيت تنزيلة بدي أعيش أزواقي خلاص حأشرب شاي أحمر. هلا أنا ما عندي مشكلة معه بس ما بشربه فشان هيك لازم هلا هيك بعد الفطور خلينا نقول فطوري أشرب شاي أحمر. الشاي هون الشاي غير يا جماعة ليش هيك شوفي والله إن الشاي طيب. خلصنا اليوم غدانا مدري فطورنا والله ما بعرف. يلا سيسي يعني غدا وفطور بنفس الوقت أو هو وقت غدا بس لحنا فطورنا فهمت شلون؟ فهمت عم حاول أفهم. لا أنا تركيني مستمتعة بالحارة لو سمحت. أو هو وقت غدا بس لحنا فطورنا فهمت شلون؟ فهمت عم حاول أفهم. لا أنا تركيني مستمتعة بالحارة لو سمحتي يعني. شوفوا وين صارت. صارت بآخر الحارة وتقولي وينك؟ ويني يعني ويني لكني جاي جاي. قال فكرتني وراي وهي قاعدة عم تحكي طلعت عم تحكي مع حالها. فيني أقطع؟ عم تحكي بالموضوع إنه هي فجأة إنه ليش أنا ما عم رد عليها طلعت أنا من وراها. هل إحنا بنروح هيك ولا هيك يمين يا يسار؟ مش عارف نروح هيك. ني؟ إيه ني؟ نيب ونيب نيب ونيب من هون من هون طريقنا احنا. ايه من هون كمان لا من هون اقرب امشي لهني ليكي بناخذ بس من هون اقرب لكن بناخذ بياخذنا هيك لجوا بس نحنا لهيك طريقنا مو هيك. اجا واحد تاكسي اصلا هون قليل يفوتوا اوبرات بتكسر انه الحارات ضيقه فهمتوا علي؟ ان شاء الله يكون فاضي اصلا ما راح يكون فاضي. ايه ما عم بقول لك ما عم اقول لك انا على ما اظن لا تاكسي انا برايي خلينا هاي الحركه هاي الحركه تاكسي لو سمحت. لا فاضي امشي حبيبتي امشي امشي قلت لها لك قال اخ بس ما سمعت كلامي ما سمعت كلامي. عم لحمس لك على شعراتك انا ما عم شد لك اياهم. ايه شايفين هون الشوارع كنتوا مش عم اهلكم من السيدرة
امبارح لا ما كانوا هيك بعد اربع مرات لو بالبولين كمان وبالبولين كمان وقعت يعني شبكة انت شبكه طبعا على البيت يا جماعه امي شو بدها لو بدها يعني يروح لو بدها كان يروح على باب السريجه شو بدك من باب السريجه كراسي ومشمش وتوت قالت لك ليش اجيتي قلت لها كان ما بدي اروح انا كان بدي ادق لك مشان بطريقك تروحي على باب السريجه وتجيبي لي كراز توت والله شفت التوت يا امي دغري لما شفت التوت اجيتي ببالي بس هلا خلص لو بعرف عن جد ما كنت اجيت هلا بدي ارجع اطلع على اسمه والله شفت التوت يا امي دغري لما شفت التوت اجيتي ببالي بس هلا خلص لو بعرف عن جد ما كنت اجيت هلا بدي ارجع اطلع على اسمه مشكله هي اصلا مو كثير بعيده بتجيب لها لماما التوت يا الله انا شو بحب التوت قد صار لي مو اكله توت هل قد التوت هاي حمراء مثل الدم يعني هذا السوق كثير حلو ماما بتقلي روحي عليه بنفس الوقت انا بصراحه ما بتذكره بس عم بتقلي كثير حلو وكثير فيه يعني اشياء انه الفواكه يعني الفواكه طيبه يعني فقلت لي هنيك بتلاقي لي اياها بباب السريجه فهلا انا حزري شو سيدرا بتعرفي صح؟ خلص انا اصلا ما لازم خاف معي المرشد السياحي سيدرا شفتي لو انت رايحه هيك على الحميديه؟ ايه انت رايحه على الحميديه بعد نشتهد باب السريجه باب السريجه هون محل ما بيبسطوا على الشارع العام كل شيء هيك فواكه خضره لك شو؟ مالك مشتهيها كيلو لحمه ايه عرفتي؟ اللي له حط لي اياهم كيلو اللحمه هيك يعني حط لي اياهم اربع طبخات اوكي تمام يعني ربع كيلو اوكي لحمه ضاني لحمه خاروق شو نعمه هي مخليها يلا اليوم حعيشكم اجواء الفواكه واللحمه والشحم يعني هي الاجواء اجواء التسويق لانه نحن انا عم اقول لماما بكره جعبالي اعمل فطور خرافي بالبيت قالت لي عنا فطور قالت لي عنا فطور يلا في هون زيتون مشوي بجنن هون هون كل شيء بجنن السريجه في كل شيء ماما عم تقول لها سيره باب السريجه في كل شيء في كل شيء من الالف للياء هيك بيقولوا من الالف للياء ماما اول ما شافتني قالت لي سوي لي كاسه شاي اربع ذكروني بكره او ذكروني امي ذكرونا انا واسراء بكره نروح نجيب غلاي انا الغلاي كبيتها هذيك المره غبيه عادي يعني غبيه طب عبي البريق هلا عنجد بكره بنصحصح بنجيب غلاي ايه ف جاب البريق اهو هاي ده شاي ابو